أولا أقول دائما أن مهمة الكاتب أن يكتب حتى خلال الحرب، لا يعني كما مهمة الطبيب أن يقوم بإجراء العملية الجراحية للمصابين وللجرحى، كما مهمة الصحفي أن يقوم بنقل الصورة رغم المخاوف، لأن الصحفي حين يذهب لتغطية الدمار الإسرائيلي في منطقة سكنية والطائرات تقصف هو لا يملك خيار آخر إلا أن يحمل كاميرته وهذا، بس استشهد كثير من الصحفيين خلال ذلك، كما الأطباء يعني كانوا يقومون بإجراء عمليات جراحية تحت مصابيح المحمول الجوال بسبب انقطاع التيار الكهربائي، كما المقاتل يقاتل بتفاني من أجل الدفاع عن تخوم مدينته أو قريته أو مخيمه، أيضا الكاتب حين يكتب عليه أن يكون كاتبا حقيقيا، بمعنى أن مهمة الكاتب هو الحديث عن، هي الحديث عن الناس، وهي الحديث عن ما يجري بوصف الأدب ديوان الحياة كما قالت العرب الشعر ديوان العرب، أو بوصف محاكاة للواقع ونقل لهذا الواقع. بالتالي أنا مهمتي ككاتب، أنا صحيح كنت في ذلك الوقت وزيرا للثقافة وكنت ذهب إلى قطاع غزة ضمن عملي الاحتفال، كنت في زيارة، لا هو بعمل وأنا بيتي في غزة، ولكن كنا نحتفل بيوم إطلاق يوم التراث الوطني في 7 أكتوبر، ويوم التراث الوطني كان يجب الاحتفاء بهذا اليوم وإطلاق الفعاليات في قطاع غزة من متحف القرار الشرق مدينة خان يونس الذي للأسف تم تدميره خلال هذا العدوان وهذه الحرب الهمجة على شعبنا. ولكن حين وقعت الحرب أنا فهمت ككاتب كنت أردت أن أكتب عن نفسي وعن الناس وعن من أحب وعن المكان الذي أحب، لأنني كنت أرى المكان يتساقط يوميا من أمامي. يعني كنت حين أذهب إلى بيت الصحافة حيث كنت أمضي معظم وقتي هنا قبل أن يتم تدميره واغتيال الرئيس بيت الصحافة المرحوم الصحفي الكاتب الكبير بلال جد الله، كنت كل يوم أذهب من طريق مختلفة، لأنه اليوم الذي أسلك فيه الطريق حين أعود في المساء أجده مغلقا مدمر لا صديق. فبالتالي فكنت أرى المكان يتساقط أمامي وأرى أصدقائي يذهبون، يعني أنا لم يمر يوم بال85 يوم الذي أمضت 3 أشهر ما أمضيتها في غزة لم يرحل مجموعة من الأصدقاء والأهل، يعني كنت أشعر أن القائمة تطول، يعني في كل يوم يستشهد أحد أصدقائي ومعارف المقربين أو أفراد عائلتي، عائلتي بالمجمل يعني منهم عائلة أبو سيف أكثر من 140 من أو قرابة 140 منهم استشهدوا طبعا سواء في مخيم جباليا أو في مدينة غزة في تل الهوى أو في خان يونس أو في المغازي آخر فترة في مخيم المغازي. بالتالي كان ثمت مهمة على الكاتب تقع، لأنه يعني دائما لكل إنسان وظيفة في الحياة ولكل إنسان مهمة في الحياة يقوم بها. أولا حين تكتب لا تفكر في شيء، لأنه أنا كنت قد أموت في خلال العدوان، يعني فلما كنت أفكر في ذلك وصبت في ساق الأيسر في إحدى الاستهدافات لبيوت العائلة في مخيم جباليا، ولكن في لحظة معينة شعرت أنني يجب أن أتحدث عن الناس للعالم، فكنت أكتب باللغة العربية والإنجليزية بالتساوي أو بالتزامن لنقل، وكانت تنزل في وموقعك ونشرت جزء منها بالعربية طبعا، كنت أكتب باللغة الإنجليزية وكان ناشري في مانشستر هو اللي يقوم بتوزيع على الصحافة العالمية. كيف كنت ترسل يعني هذه النصوص؟ أولا عملية الكتاب بحد ذاتها عملية معقدة ومركبة، أولا لا يوجد كهرباء في قطاع غزة، في بعض الأحيان كنت أكتب بخط يدي وثم أذهب إلى مكان في إنترنت، طبعا إنترنت لا يوجد إنترنت، تذهب إلى منطقة حدودية منطقة عالية من أجل أن تلتقط إشارة بعيدة، وأقوم بعض الأصدقاء برسالة فويس مسج رسالة صوتية لهم أقرأ النص المكتوب بخط يدي ويقوموا بطباعته على لابتوباتهم ويرسلونه لي على عبر الواتساب ثم أقوم بإرساله. عملية معقدة في الحالات التي لم يتوفر فيها كهرباء لشحن اللابتوب، ولكن في بعض الحالات وهذا لم تكن كثير، ربما 10 أيام متقطعة كان يحدث ذلك، ولكن في بعض الأحيان كان علي أن أسير ساعتين، مثلا حين كنت في الخيمة في رفح كنت أسير ساعتين
إلى خربة العدس مقر الهلال الأحمر الفلسطيني الذي للأسف قبل 5 أيام حرقوا ودمروا الجيش الاحتلال. للأسف كنت أقوم هناك بضع اللابتوب وشحنه ثم أعود إلى الخيمة من أجل أن أكتب يومياتي. وحين كنت في جبالي كنت أضطر إلى أمشي ساعة لربع إلى بيت أختي لأنه عندها طاقة شمسية قبل أن يتم تدمير الطاقات الشمسية كلها في قطاع غزة. يعني إسرائيل شنت حرب على كل مظاهر الحياة في القطاع حتى لم ترد لنا أن نضيء شمعة. يعني حتى لو بتعرف أنه في مكان لبيع الشمع كانت تستهدفه. يعني أنا ربما يعني هو أن ترى من تحب يعني أنا تحت الأنقاض ولا تستطيع إنقاذهم مثل بعض أفراد عائلة أخت زوجتي وأبناء عمومتي الذين استشهدوا في 8 يوم الحرب. كنت يوم لمدة 5 أيام كنت أروح أنا وطفلي ياسر عرفات لأنه خانت خالته ولم نستطع إنقاذهم تحت الركام. فكنا نمضي ساعات ونحن نبحث تحت الركام وبتعرف الركام بيحدث فجوات وفراغات بين الطبقات فكنا نمر من خلالها وننادي عليهم ربما يسمعونا نعرف إذا هم أحياء أو لا. في بعض المرات كنت أمسك الموبايل أقوم بوضعه داخل إحدى الفتحات وتقريب الصورة من أجل التقاط أي شيء من الداخل. يعني كان هذا الشعور بالعجز وبعدم المقدرة على تقديم العون والمساعدة وأنت ترى من تحب تحت الأنقاض يتحللون رويدا رويدا إلى الآن هم تحت الأنقاض للأسف. يعني لم نتمكن من مشاهدتهم أو إخراجهم. كان بنقول إكرام الميت دفنه ولكن حتى هذا لم نستطع عليه. يعني هو الثقافة الفلسطينية منذ بداية تكوين المشروع الصهيوني استهدفت بشكل كبير لأنها تعني نقيض الرواية الصهيونية والثقافة الفلسطينية نقيض الثقافة الصهيونية غير موجودة القائمة على نفينا. بالتالي المشروع الصهيوني قام على نفي الفلسطيني خارج الزمكان الزمان والمكان وطرده خارج تخوم السردية التاريخية وخارج حدود معرفة الجغرافيا المعروفة. بالتالي استهداف الثقافة الفلسطينية بدأ مبكرا مع نهاية القرن 19 مع وصول الغرباء المستوطنين الأوائل في المستوطنات الأولى ببيت حتكفة بمنطقة السهل الساحلي وقام على نفي الفلسطيني ومحاولة سرقة كل شيء كما هدموا المسارح ودور السينما والمطابع ودور الإذاعة في يافا وحيفا والقدس أيضا فعلوا ذلك في قطاع غزة الآن وهم لم يتوقفوا. احنا دائما بنقول النكبة جريمة مستمرة لم تتوقف وإلى الآن لم تتوقف النكبة. بالتالي استهداف المؤسسات الثقافية في قطاع غزة يعني احنا بنتحدث عن 45 مؤسسة ثقافية في قطاع غزة دمرت إما بشكل جزئي أو كامل وهذا ما نعرفه بمعنى ما استطعنا أن نصل إليه عبر طواقم وزارة الثقافة حين كنت وزير الثقافة قبل عام قبل شهر واستشهد أكثر من 50 كاتب وكاتبة ومنهم كتاب سليم النفار رحمة الله الشاعر الأبرز في غزة إناس السقة التي تشرفت أنها قامت بتمثيل 3 مسرحيات من كتاب على خشبات مسارح قطاع غزة. طبعا وبجانب من فقدوا من الفنانين والكتاب بسبب عدم وجود أدوية مثل الفنان الكبير فتحي غبن الفنان التشكيلي الأستاذ المسرح الكبير خليل طافش المؤرخ الكبير سليم عرفات المبيض كل هؤلاء توفوا في ظلال الحرب بسبب نقص الأدوية هم كبار السن يعني فوق 80 وفوق 70 أعمارهم رحمة الله عليهم. ولكن إذا بتقول أن إسرائيل الجيش الإسرائيلي دمر 11 متحف لم يبقي متحفا واحد في غزة وفي الكنيسة قام بعرض القطع الأثرية اللي تسرقوها من المتاحف بوقاحة مذهلة قاموا بتدمير 207 مبنى تاريخي في قطاع غزة لحد قبل شهر. طبعا هذه تضمن مباني بعضها عمرها اكبر من لا يعني اكيد كلها عمرها اضعاف عمر دولة الاحتلال قصر الباشا حمام السمرة سوق الزاوية التدمير الجزئي لكنيسة القديس بريفيريوس ثالث اقدم كنيسة في العالم التدمير الجزئي لمسجد السيد هاشم اللي في قبر جد الرسول الاعظم هاشم بن عبد مناف لذا تسمى غزة هاشم بجانب استهداف 8 دور نشر فلسطينية تدميرها بشكل كامل مكتب السمير منصور الكبرى اللي جزء من كتبها معروضة في معرض الرباط الآن عبر وزارة الثقافة. يعني جبنا احنا بعض كتبها وهذه المكتبة ضخمة جدا أكبر مكتبة في فلسطين. طبعا المكتبة العامة لبلدية غزة التي هي أكبر مكتبة عامة في فلسطين تم تدميرها بشكل كامل وتحتوي وثائق وأرشيف الكتب الفلسطينية والصحافة الفلسطينية قبل النكبة. طبعا مقر الأرشيف المركزي لمدينة غزة ذاكرة غزة المدينة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية تم تدميرها وثائق البلدية كلها لعمرها 120 سنة تم تدميرها وحرقها بشكل كامل. بالتالي هذا استهداف كامل للذاكرة الفلسطينية للهوية الفلسطينية في استكمال
لكل هذا المشروع الإحلال الكولونيالي الذي يريد أن يزيحنا من المكان ويجلس مكاننا. يقيني هو وقت مستقطع تايم أوت. نعم. ونحن نعيش في كل حياتنا كفلسطين وقت يعني مستقطع. هو مستقطع. نحن نعيش في فك الموت. نعم. بين فكي الموت. فبالتالي كل ما نعيشه هو وقت مستقطع وليس الوقت الطبيعي. أنا أقول في رواية حياة معلقة ولد نعيم في الحرب ومات في الحرب أيضا. هيك حياتنا الفلسطينية. نولد في الحرب، نحن نعيش في حرب متواصلة منذ 100 عام. فكل ما نعيشه يعني نحن لا ننجو صدفة، نحن نعيش صدفة. يعني بالعادة الناس تموت صدفة، نحن نعيش صدفة، لأن الموت هو الشيء المطبق الوحيد في حياتنا بسبب صمت العالم طبعا، بسبب بشاعة هذا العدو، بسبب قسوة القوانين الدولية وعدم العدل وكل هذا الأمر. بالتالي وأنا كل ما عشته وكان وقت صدفة، وقت خارج حدود الموت، بمعنى أن الحد الأساسي فيما نعيش هو الموت. المؤكد أن دولة الاحتلال تواصل هجوم على قطاع غزة بدون توقف، وهي لا تريد أن توقف الحرب، وهي مهما قدم لها لن توقف في هذه الحرب، لأن الأساس في هذه الحرب هو استكمال مشروع النكبة الذي تم قبل 76 سنة. وبالتالي يعني مثلا قالوا خلص انتهت العمليات في جباليا وشمال غزة، ها هم يعودون ويدمرون مخيم جباليا كمان مرة، وسيعودون مرة أخرى لخان يونس وللانصارات ودير البلا. ومن ثم موضوع التهجير يعني، والغاية من هذه الحرب هي الحرب، هي الغاية منها هو محو قطاع غزة. وهذا ما قالوا قادة أركان الدولة ببداية الحرب، بأننا نريد أن نعيد غزة 50 عام إلى الوراء، ثم قالوا لا 100 عام إلى الوراء، ثم قالوا نريد أن نستكمل ما بدأوا أجدادنا في النكبة في بن قوسين في عيد الاستقلال بيقولوا عنه. تمام. بالتالي أنا بقناعاتي أن أمام صمت العالم وتواطؤه والساكت عن الحق، مش شيطان أخرس ومشارك بالجريمة، والعالم للأسف بالذات القوى الكبرى في العالم الغربي هي التي تمنع. يعني العالم يحرك جيوشا وأساطيل من أجل وقف حرب صغيرة، أما حين يباد شعب بكامل في قطاع غزة لا يتحرك العالم. لما بنقول أن أكثر من 2% من سكان قطاع غزة استشهدوا في الحرب، قتلوا، هذه نسبة. إذا بتقول عدد سكان الدولة 100 مليون، إذا 2 مليون ماتوا طبعا. وإذا بتقول أنه 7% من سكان البلاد أصيبوا، يعني إذا بتقول إذا في 100 مليون مواطنين 7 مليون جرحوا طبعا، لا هذا لا يشمل الجرحى غير المعدودين يعني.